بتعرف خالد، مسلسل الموت سحر وباسل كان في جرأة من ماجي وجرأة من خالد انه انت تلعب هيك كاركتر وانا العب هيك كاركتر. انا بالنسبة لي اللي احكي لك عني، انا كنت خايف كتير بصراحة. ما جربت ولا مرة اعمل هيك نوع، وخاصة ضعيف ومريض نفسي. بهي الحالات كنت عم بختبر اشياء جديدة جواتي بصراحة. فعن جد كنت خايف، وحتى بتتذكري بقلب التصوير كنت تحسيني اني خايف. صح. وانت تدعميني. صح. بس ونفس الشيء انا. ايه بس قديه بس بلشت كنت خايفة وكنت موترة وكنت طالعة من بقرار كتير صعب واخد وقت بالتفكير اني من بعد كل شيء قدمته كوميدي او الادوار الرصينة المظلومة المغلوبة على امرها الضعيفة اني فوت بي هيدي الجرأة. ما خفت منه؟ خفت وكمان جمال كان خايف. بالنسبة لألي كان تحدي جديد، نقلة كتير كبيرة، أو بتحطني بمحل تاني أو بوقع. بس أنا بحب التحديات. بالنهاية جمال قال لي أنا بوثق فيك وحديك وأنا معك بهيدي الخطوة، والحمد لله اتنيناتنا قدرنا أدينا الأدوار. إيه بس أنا أقول لك شغلة، يعني باسل أهون من سحر. يعني أقول لك صراحة، أنا من الناس اللي أنا إذا كمشاهد بشوف سحر، الممثل اللي بده يشتغل هذا الدور راح يصير في عنده أشياء جواته، يعني بجواته في مشكلة بيصير، لأنه بيتعامل بأشياء ما أنه متعود عليها، ما بيعرفها. صح. له علاقة بدرجات الكره، درجات الانتقام، درجات الحقد، يعني سوري منك بس كانت سحر في عندها خط أسود زيادة. كل شيء كان عندها وجع، حقد، انتقام، معاناة، عقد نفسية، كله موجود بكاركتر واحد. بس أنا فت كتير بهيدي الشخصية وعشت فيها كتير، وما بعرف إذا هي هيدا الكاركتر. يمكن لأول مرة بقولها. خلص المسلسل عملت اكتئاب. اكتئبت، تعبت نفسيا، تعبت كتير من الشخصية. فقلت لا، أنا لازم أقوي حالي وانبسط بالنجاح. سحر اللي خلتك تكتئبي ولا مش سحر؟ هي مجموعة مشاعر، غضب، حزن، وجع، حنية. هي كمان حنونة بمطرح. شو ضل من كل هدول من سحر؟ ضل يعني كتير، ضل كتير إشياء. شخصية سحر بمحل تشبهني، عصبية بمحل، فيني جواتي شي بحب، ما بدي أقول ينتقم، بس أنا بحس على حالي أوقات بحضر موفي بس البطل المظلوم بآخر الموفي ينتقم، فأوقات بصير زقف بالسينما فشلك بصير ولادي لا ماما بفشلي خلقي لأنه ما بحب الظلم. طب شو ما حبيتي فيها لسحر؟ يعني أنت يعني كحدا عملتي شخصية من لحم ودم وأحاسيس ومشاعر، شو ما حبيتي فيها؟ ولا شيء. أنا بالنسبة لي إذا شي مرة التقيت بشخصية بالحياة مثل سحر وتعرفت عليها، أكيد أكيد بعد 3 أيام كنت يعني ماسكها من شعرها وحطها بالشارع. لا ولو معقول الشعر ولو معقول يا باسل سحر انه تتعامل بهي الطريقه. بس باسل كان استثنائي. هلا اقول لك شغله، انا حبيتها لسحر كثير. بس سحر ذكيه، ما حدا كمشل. لكن انا بالنسبه لي حبيتها. فعلا فعلا حبيتها. انت بتعرف قد ايه انا باللوكيشن بحب امزح واضحك والعب ونتسلى، ما كان في وقت. يعني 90 يوم ما بعرف قديش صورنا اكزاكتلي، ولا يوم كان في وقت لانه نضيع وقت. بس ورشة. بس طلعتك شغلة يعني سحر. صح كانت قوية وكذا، بس بتتذكري شو كنتي تعملي انت بالتصوير ولا لا؟ شوي يعني. لا بدي احكي لانه ما بصير ما احكي. بس ما فيك تحكي كل شيء. مو كل شيء، بس بدي فش خلقي. ما في كاميرا. انا رمضان. اوعى تنسى انه في كاميرا. في كاميرا على عيني وراسي. انا وياك مش لحالنا. بس انا رمضان كثير ناس صارت يعني ضايقت مني كثير لانه ما عملت شيء مع سحر. بس انا راح افضح هلا قصص سحر بالتصوير بالكواليس. يعني انت بس مش متفقين علي هاي. لك بس وحده تذكري وقت ما كنت تنامي؟ تذكري انا كنت نام قدام الشيميني ونحن بالبرد عم نزنطر؟ يعني حتى سحر صارت بالكواليس ما تخليني اتدفى. تحطي حالك على الشيميني هيك وتعدي قدامها، ما تخلي حدا اجي صور انا وياكي. طيب بس انا اكون عم صور خارجي بالبرد. ايه؟ وانتو كل مشاهدكم جوا، مكتئب جوا، انا عم بكتئب برا. كيس المي السخن، هذا كيس المي السخن ليش بتحطيه على بطنك الوقت؟
كنت تحطي كيس المي السخنه كل الوقت. انا عم بحكي حوار. هذا وصف لي الحكيم. قال طبعا حتموتي. بتذكر لكن ما كنا نزرع. بتذكر بس والله. انا بتذكر انه قدام الشاميني مثلا نسوي جوا. انا هلا بدي اعتذر منك بس تكون الدفايه هي المين قلك معلش الكاميرا. انا اللي بتذكر وانا روح اسال انه ليش بتحب هذا البروفيل ولا ليش هذا طلعت الدفايه وين الدفايه البروفيل.